السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دائما مرحبا بكم في قناة يوميات فاتي والجديد. واليوم ان شاء الله في هاد الفيديو اللي زوين بزاف بزاف غادي درت لكم واحد الفيديو بالنسبة للناس اللي شايين في ملقا واحد. الناس خداو ديورهم سانديك دخلت خدم البروجي، صراحة بروجي زوين بزاف. لأول مرة غادي يشوف لاشين عندي ما ينساش يتابونا، يضغط على الجرس باش دائما يوصلوا الجديد. كيف ما قلت لكم كنغبر ولكن تنجيب لكم فيديوهات. فيديو اليوم كيف ما شفتوا معنا بالنسبه للناس اللي شارين في المنصوريه وبالضبط عند مجموعه الحياني في ملقا واحد. تم تسليم للناس ديورهم، خلصوا السانديك، سجلوا، حفظوا، مشوا عند النوتير، هنيئا لهم. دخل عليهم ان شاء الله ديورهم بالصحه والسلامه وطول العمر، واللي ما عندوش الله يعطيه، واللي عنده الله يزيده. كيف ما شفتوا معنا راه واحد المنظر اللي هو زوين بزاف. انا صورت لكم في الصباح بكري تقريبا، دابا راه شي 7 الصباح ولا 8، وكان واحد الجو اللي هو زوين بزاف والله العظيم. انا دائما كنقولها اللي زوين في هاد البلاصه وهي ملي كتمشي كترتاح اول حاجه، وثاني حاجه لاسباس، يعني كاين اتساع بالنسبه هكا للوليدات، وهذا كاين فين يلعبوا فين يمشيو. كيف ما شفتوا معانا راه تصوبوا لي باركينغ، تصوب الطريق حتى هي، تصوب الضو، خليها الضو، دخل الماء بالنسبه للناس، راه دخلوا الضو الماء، سجلوا، حفظوا، قادوا مسائلهم، الله يكمل عليهم بالخير. وبالنسبه اللي مازال ما مشاش يحاول يمشي حتى هو يسجل ويحفظ وقد اموره باش هو يدخل دويرته بالصحه والسلامه. هنا انا حاولت نوضح لكم كل شيء بالنسبه للناس اللي كيقول لي غبرتي مابقاش كديري فيديوهات. المهم درت لكم هاد لا فيديو في الصباح وحتى بالليل، ولكن المنظر اللي زوين 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 بزاف هو الليل صراحه. اللي كاين واحد المنظر الزوين بالليل مع الضو كتعطي البروجي زوين زوين. مازال غادي تخدم ان شاء الله، دابا ملي تخلي السانديك مازال غادي تخدم، ويعاود يتصبا غادي يولي تريق، غيولي ان شاء الله زوين زوين، عي الصبر. كيف ما قلت لكم بطبيعه الحال اللي باغي يبيع اولا باغي يشري في اي بلاصه مرحبا به. هذه هي الدخله، راه الدخله كتعطي عطات واحد المنظر اللي هو زوين، سيرتو كيف ما قلت لكم بالليل ملي يشعلوا الضوا ولا زوينه بزاف. بالنسبه اللي باغي دار يبيع دار في اي بلاصه اي مدينه مرحبا به، يتواصل معايا عبر الواتساب، انا دائما تنخلي الرقم ديالي. واللي باغي يشري بطبيعه الحال وحتى اللي باغي يكري مرحبا به. بالنسبه للناس الجاليه المغربيه دائما تيعيطوا لي وتيسولوني باغين بحال هكا في ريزيدونس فيرمي الكرا، حتى هما كاينين الناس اللي كيكريو ديورهم، ماشي مشكل. شحال من واحد تيبغي يكري دارو تيوصيني، وحتى اللي باغي يكري حتى هو كيوصيني. اللي باغي يكري هكا دي جو 15 يوم مرحبا به، هو وليداته فين يفوج ويبدل الجو. وشو تبارك الله لي بيسين راهم كبار دابا، صافي عمرو لي بيسين كلهم، تيديروا ليهم عير الكلور باش تيقادوه ان شاء الله في الاخر ديال هاد الشهر، غادي يسمحوا للناس بقلب العمان. المهم دابا راه صافي الصيف على الابواب. وكيف ما شفتوا حتى هاد البروجي ان شاء الله راه غيكون فيه لاسباس للوليدات الالعاب، غيكون فيه جامع بطبيعه الحال اللي هي اول حاجه خاصها تصوب، وهو مسجد باش الناس يصليو، وغادي يكون فيه بزاف الحوايج الترفيه، الموسيقى، الالعاب، كلشي كلشي غادي يكون فيه ان شاء الله. كعطى الله الاتساع فين يدار ان شاء الله لانيماسيون كلشي. ومرحبا بكم دائما كنقولها، اللي باغي يشري ولا اللي باغي يبيع ولا اللي باغي يكري حتى الكرا بالنسبه للصيف وبالنسبه للعائلات اللي باغيين يكريو هكا مع وليداتهم مرحبا بهم والف الف مرحبا. انا حاولت نصور لكم في الصباح كيف ما قلت لكم، وحتى في العشيه بالنسبه للناس الجاليه المغربيه مساكن اللي ما مجاوش وما شافوش ديورهم وبغاو يشوفوا البروجي فين وصل. انا درت لكم هذا الفيديو، نتمنى ان شاء الله تشوفوه. وما تنساوناش بلي لايك لي لايك باش كتطلع القناه شويه، واخا كنغبر كيف ما قلت لكم عير الوقت ومع الوليدات ما كنساليش على الفيديوهات، راه كنقول دائما نحط ولكن راه نغلب الله. هذه الدخله ديال البروجي حتى هي صورتها، حتى هي زوينه. المهم كان الصباح بكري ما كانوش الناس خارجين، حاولت ندير هذا الفيديو باش كل واحد يشوف على خاطره. وصورت لكم حتى بالليل، قلت لكم فما قلت لكم الليل راه واحد المنظر اللي زوين بزاف
وخليكم معايا حتى الاخر ديال الفيديو. هذه بالليل عرفتي راه واحد الكلام راه زوين بزاف والله العظيم. كيف ما قلت لكم صافي راه الضو دخل البروجي كله والناس هما سجلوا حفظوا، اللي مازال ما جاش يجي الله يعطيه الرزق ان شاء الله باش هو يقاد دويرته. وما تنساوناش بالبارطاج، بارطاجيو القناه باش كلشي كيستافد، حتى اللي ما شافش يشوف البروجي. وكيف ما كنقول لكم في اي فيديو، عير الصحه والسلامه وطول العمر، هادشي اللي كيطلب الواحد عير صحيحته، كلشي كيجي باذن الله. ملي كتكون الصحه راه كتقدر دير كلشي. ومن هاد الفيديو كنخليكم على خير، ونتمنى لاي واحد اللي مريض الله يشافيه ويقعد بوسادو، والله يشافي جميع المرضى والله العظيم. لا دائما تنطلبوها من عند الله والله يعطينا اللي فيها الخير.